معظم اللي كانوا بيعملوا بوسترات السينما المصريه كانوا اجانب، لكن في الاربعينيات ظهر مصمم بوسترات مصري من اصل ارماني اسمه جسور، قدر انه يعمل نقله في رسم البوسترات. فعلا، لكن البوسترات او زي ما بنقول عليها في مصر الافيش كان بيترسم لحد الاربعينيات بالايد، وكان اغلبه ابيض واسود وبيتحط عليه كل ابطال الفيلم. في الخمسينات كمان استمر نفس الاسلوب، وهو استخدام الرسم في تصميم البوستر، لكن كمان ظهر في نفس الوقت البوستر الكاريكاتير زي بوستر فيلم شمشون ولبلب بطوله شكوكو، واللي معروف دلوقتي باسم انتر ولبلب. وفي الستينات استمر البوستر بيعتمد على الرسم، لكن اصبح جريء جدا، وحصلت اول ازمه بسبب جراءه البوسترات لما اترسمت الفنانه ناهد شريف وظهرها عريان على بوستر شهر عسل بدون ازعاج، وده سنه 1968. المشكله عدت على خير، وده شجع مصممي البوسترات انهم يخلوا البوستر جريء، وده اللي ممكن نشوفه في بوسترات افلام زي مثلا بنت شقيه، واللي ظهرت فيه الفنانه ناديه لطفي بشكل جريء. معانا دلوقتي مداخله مع مصممه البوسترات هاله جسور، بنت مصمم البوسترات جسور الراحل الشهير، واللي استمر في رسم البوسترات لحد سنوات قريبه. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن؟ ازيك، اخبارك ايه؟ ماشي الحال، تمام. كلمينا عن جسور وازاي كان بيشتغل. هو جسور بيشتغل، هو خريج اصلا مدرسه فنون جميله، كان هي كليه فنون جميله بس كان على ايامه هو اسمها مدرسه. هو بيشتغل بايده، رسم ايد، يعني هو اللي بيعمل لوحه بيرسمها. ما اعتبرش ابدا ان هو الافيش كافيش او ك ك ك يعني كان بيرسم لوحه. دخل بعد كده لما ابتدت التطور بتاع الكمبيوتر والحاجات دي، دخل الصور مع رسم الايد. يعني حاول يدمج الاثنين في افشات كثيره جدا منها، زي دلوقتي بقى قص ولزق وحاجات كده. يعني هو كان انا سمعت كمان هو كان بياخد جزء من اجزاء من الفيلم وبيحطها على الافيش. ده اكيد، هو ما كانش بيشتغل غير نفس الفيلم، كان بيروح بيتفرج عليه في المونتاج او بيبقى بيجي له ملخص علشان يعرف الفكره اللي هيعملها، مش مجرد بيعمل فكره ابطال معينين عايز يظهرهم وخلاص. يعني كان لازم يقعد مع المخرج ومع كرو العمل علشان يعرف تفاصيل طبعاً. الفيلم طبعا. طب ايه الاختلاف يعني في البوسترات دلوقتي عن افيشات زمان او بوسترات زمان؟ البوسترات دلوقتي انت ما تقدرش تفرقها عن غلافة مجلة او غلافة اي حاجة تانية، ما بتضحيش بالريح اللي جوه الفيلم نفسه. يعني طب ده سببه ايه؟ قص ولزق تعتبر. يعني ده سببه ايه اللي خلى ان دلوقتي البوسترات مختلفة عن زمان؟ يعني حضرتك من شوية قلتي ان هو كان عبارة عن لوحة فنية. ماشي، ما هو عشان مفيش حد دلوقتي متخصص او دارس بيشتغل في موضوع الافيش، هم بياخدوه كبس بناخد صوره من هنا وصوره من هنا وبنعمل افيش وبيتوافق عليه وخلاص زي الاول. استاذه هاله كان بيتدخل. اتفضلي استاذه هاله، هل دلوقتي في مخرجين بيطلبوا منك ان هم يعملوا افيشات زي زمان، يعني بالرسم او بشكل مختلف عن البوسترز اللي هو القص واللزق؟ لا، ما هو دلوقتي علشان بقى كله قص ولزق وحاجات دوت، فانا طرقت دوت وشغاله، يعني شغاله في الطباعه بس ما بشتغلش في تصميم الافيش. لو اتطلب مني واتطلب مني بعد وفاه بابا ان انا اعمل افيشات، انا مشيت على نفس المدرسه بتاعته، ان هو رسم الايد ويبقى فيها حاجات فوتوغرافيا عشان اللي هي الحداثه بتاعت الوقت اللي احنا فيه. طبعا بنشكرك جدا مدام هاله جسور، وطبعا يعني نتمنى نشوف الفتره اللي جايه برضو يعني الافيشات الافلام الموجوده كانت زي زمان، وقد ايه بتدي نوع من انواع اللمس الابداعي والفني كمان. شكرا جدا. انا كمان بتمنى زيك بالظبط. نشكرك. نرجع لكلامنا تاني عن تاريخ البوستر في مصر. وفي السبعينات دخلت الالوان بقوه على البوستر، وظهر تكوينات جديده للنجوم على البوستر. ده مش معناه انه ما كانش في الوان قبل كده، بس البوستر بقى كله الوان. ده غير كمان ان جرائه البوسترات استمرت، وده اللي بيظهر على بوستر فيلم زي كانت ايام بطوله وانتاج رشدي اباظه. في الثمانينات واللي يسموها فتره افلام المقاولات، استمر البوستر المرسوم واختفت البوسترات الابيض والاسود، وكمان ظهر في البوستر مع النجوم مشهد مرسوم من الفيلم زي بوستر فيلم حارة برجوان اللي كان لوحة فنية كاملة. الصور ظهرت على البوسترات مع التسعينيات، وكانت بتضم صور الأبطال الفيلم ومعهم كمان مشهد متصور من جوه الفيلم، لكن ده ما منعش ان في شركات كانت لسه بتخلي بوسترات افلامها مرسومه، زي البحث عن سيد مرزوق اللي انتجته الفنانه سميره احمد.
مع ظهور موجة أفلام الشباب بدأت الكمبيوتر والجرافيك والفوتوشوب بيدخلوا في تصميم البوستر، وكمان اتغير حتى التصميم اللي كان بيعتمد على النجوم بس، لأنه ظهرت بوسترات من غير نجوم أساسا. فعلا زي صرخة نملة اللي ما ظهرش عليه أي واحد من أبطال الفيلم، وما كانش عليه غير رجل واحد من قوات الأمن المركزي ومتظاهرين تحتها بحجم صغير. وكمان في التصميم بقى البوستر بيعبر عن روح الفيلم، زي ما بوستر فيلم قط وفار الموجود حاليا في السينمات، واللي شبه مجلات الكوميكس، وده لأن شخصيات الفيلم أقرب لشخصيات كرتونية. لكن في انتقادات للبوستر في السنين الأخيرة بأنه بينقل كتير من تصميمات البوسترات العالمية، زي مثلا حلاوة روح اللي خد تصميم بوستر من فيلم الإيطالي ميلينا، أو فيلم جوبا اللي كان منقول من فيلم سين سيتي، أو بوبوس اللي كان منقول من مستر أند ميسيس سميث، وعمر وسلمى 2 اللي منقول من أمبلوي أوف ذا مانث، وجيم أوفر من مونستر إن لو، وغيرها كتير من البوسترات. وده اللي خلى الأفلام والبوسترات موضوع صفحات على الفيسبوك. تتهم الأفلام إنها مش بس بتكتفي بنقل الفكرة، لا كمان بتنقل البوستر. في النهاية هتفضل بوسترات الفيلم هي البوابة الخاصة لكل فيلم، وهي اللي بتشجع الجمهور لدخول الفيلم أو البعد عنه.